لك تقبر قلبي، لك اسمك على كل لسان، حتى رفقاتي قالوا لي امبارح كانوا عم يحكوا عنك على قناة السنغال الوطنية، يا عمري انت انشهرت. الحما الحما الحما. لك اشوفك كنا من عائلة قليلة نحن. لك اختي، لك اختي انا صارت ما مشان يصير عني هذا الحكي كله، لك ما حدا عم يفهمني. لك يا جماعة فهموني انا شو سويت بحالي. والله وصرت مشهور يا هيثم، نورتي انسي هلا. لا لا مستحيل يا حبيبي مستحيل، هيثم ما بيوافق على هيك طلبات بنوب. موعد؟ ما انه فاضي والله، عنده مجتمع مع وفد من الامم المتحده. ايه مشان هي شغله بنستشيره مشان المناخ، يعني شغلات فاضيه وهيك. بكره؟ لك يا اخي ليش ما عم تفهم علي؟ هيثم عليه عجقه، عليه ضغط كثير يا اخي، ضغط ضغط مسؤوليات هي كمان. لا بكره عنده موعد مع رئيس الموزمبيق. ايه يمكن بده نحكوا على الموز ما بعرف. شو؟ عم ترشيني؟ ايه فكرت رشوة، اعوذ بالله انا ما باخذ رشاوي بنوب، بس اذا لا اذا اكراميه يعني ما عاد اقدر اقول لك شيء والله، يعني ما فيني غير اني ابعث لك رقم حسابي بالبنك وانت تبعت الاكراميه علي. ايه من عيوني يا روح، خلاص لا تاكل هم، عندي عندي. يلا سلام، باي باي. مين هاد كمان؟ الو نعم. شو؟ معجون جلي؟ لا شو؟ دعاية؟ لك شو عم تحكي انت؟ شو عم تخبص؟ هذا هيثم وزير سابق يا زلمة. قديش المبلغ؟ هلا هذا رقم التليفون ولا المبلغ؟ المبلغ؟ ليك ليك شو بدي اقول لك يعني يا روح، هلا انا وهيثم يعني ابو ابنه، ابنه ابوه يعني، ونحن واحد، شو رايك انا ساوي الدعاية بداله؟ ما بتزبط. باي. معجون جلي بهالمبلغ؟ اللي لشوف لك فادي، ما سمعان عن وضعي اخبار مثلا من هون من هون هي كلها هيك؟ لك شو ما في؟ لك الحلقه اللي سويتها انت مكسره الدنيا، ما بتصدق قديش العالم هيك معجبه بشخصيتك. بتعرف شو؟ شو رايك سوي لك حساب على الفيسبوك؟ خلص بعدين بعدين بعدين، بلا تطيح ولا شيء، اقعد هلا انت شيل لي هي من وشك واقعد ادرس لك كلمتين يلا. بتمون تمون يا روح. بيلبقلك يا عمي السوس، بيلبقلك تصرفي وتجخي يا مرت الوزير السابق. اخ بس لو بيسمع كلامي بس. انا لازم استعين ببابي، لازم يرجع وزير وزير ويترفع أكتر وأكتر وأكتر، واسمه يعلى واسمي ينحكى فيه بكل البلد. لازم اشتغل على السيرة، لازم. ألو أي رغود؟ يا حبيبتي لا كنت بالسوق شوي. بكرة؟ لا ما عندي شيء. هي قالت لك تعزميني؟ اوكي منروح. لك ايه حبيبتي بروح، بدي شوف شو انطباعاتهم بعد الحلقه. اوكي يلا بشوفك معنا. باي روحي باي. منروح استقبال ليش لا؟